نعم. هناك من قال ليس هناك ما يسمى بالفكر الإسلامي، هناك فقط ما يسمى بالعلوم الإسلامية، لأنهم قالوا الفكر لا يضبطها، يعني ما يشكل بالإدراك، الفكر ما يشكل بالإدراك أو ما يخلق ما بين كل حاجة. الفكر الإسلامي يعني كأن ما فيش حاجة اسمه الفكر الإسلامي. طب أمال إيه قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، يتفكرون بإيه؟ بفكر ولا لا؟ وهل ده بفكر كفري ولا بفكر إسلامي؟ يعني الآية اهي بتقول إن في فكر إسلامي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى في فكر إسلامي، لكن الفكر الإسلامي ده إيه؟ أهو بيتفكر في الواقع في الكون، يبقى موضوع الفكر الكون، لأنه قال إيه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يبقى الفكر هو موجود بدون شك، دي المادة واردة أهي. لا خلينا التدبر حاجة تاني، لكن التفكر أهو من الفكر، يبقى في فكر إسلامي والفكر الإسلامي محله الواقع. طب والفقه الإسلامي بقى؟ فقه وفكر. الفقه الإسلامي محله النص. طب وربنا بيقول إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني حتى تتفكرون فيما خلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني حتى تتفكروا فيه ما أنزل، أفلا يتدبرون القرآن. يبقى إذن الفكر ده والفقه والفكر والذكر كله دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى عملها لنا علشان نعقل. فيجي بقى هو مش عاجبه اتنين تلاتة مفكرين اسلاميين حاكمينهم مش عارفين فكر اسلامي اصلا يعني ايه، فيقول ما فيش فكر اسلامي، يبقى زي اللي لقى طوبة في الشارع فراح قافل الشارع. طب شيل الطوب، بتقفل الشارع ليه؟ ما الشارع حلو كويس ماشي بيدفع الناس، شيل الحجرة دي وحطها إماطة الأذى عن طريق الناس بس.